تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة. مرحبا رشا. أهلا رأفت. أهلا وسهلا لكل متابعي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. إذن بداية نذكر بطرق التواصل عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة، وأيضا نذكر بالصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على موقع الفيسبوك، وأيضا نذكر بالصفحة الوحيدة والرسمية لبرنامج أهل المدينة على موقع تويتر، ونذكر بالبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، والنشرة الكهربائية وساعات تجهيز الكهرباء بالتيار الوطني في بغداد والبعض من المدن العراقية. راح نبدا وياكم اولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم من مدينه واسط. طبعا في مدينه واسط تعرض موظف بصفه كاتب في ثانويه ابو قاسم الشابي للضرب بعد انتهاء الدوام الرسمي للمدرسه. تفاصيل اكثر راح نعرفها من خلال هذا التقرير. في ظل غياب القانون الرادع وتكرار حالات الاعتداء على موظفي الدوله وبالاخص قطاع التعليم، بدأت في الآونة الأخيرة تزايد في حالات الاعتداء والتجاوز على الهيئات التدريسية والطبية، وكما يقال بأن هنالك قانون آخر في العراق وهو القانون العشائري الذي بات أقوى من قانون الدولة، فالمدرس عندما يقوم بمحاسبة الطالب سيكون عرضة للقوامة العشائرية. الأستاذ مصدق موفق كان عرضة لهذه الحالة. أنا كاتب في مدرسة متوسطة أبو القاسم الشابي في منطقة الزهراء. في يوم الأربعاء المدير صدر أوامر، أكو شخص عابر سبب غياباته 7 أيام، فالمدير صدر بي أمر أنه يخرج من المدرسة، فصل مؤقت، خراج مؤقت من المدرسة. فرحت بلغت الطالب أنه أنت مطرود من المدرسة الآن، تجيب ولي أمرك أو شيء. فبلغت الطالب، والطالب مراسب لمدة 2 عامين في المدرسة هو الصف الأول، فطلع من المدرسة وعند انتهاء الدوام قريب 4:30، بعد الدوام نص ساعة ينتهي فترة قريب نهاية الدوام. أثناء الدوام الرسمي طلعت بباب المدرسة، أكو شخص صاحني قال لي انت استاذ مصدق؟ قلت له ايه. قال لي تعال مرخصتك. شفته مسدس شايل وهذا، سحب علي. انا جيت ارجع للمدرسه، ادخل داخل المدرسه، فهو صاح على شباب ورا، هم كانوا ناس بيدي كبير وراي واقفين، فقال لهم لزموا كتفوني وتواثي وشعب المسدس وبوكسات، صاروا علي 4 دارة، وانا قدام المدرسه يعني طلع الكادر التدريسي، الطلاب، المدرسين، مدرسات، المعاون، حسان راقد بالمستشفى، وهذا تقرير الطبي، وعندي فطر بالجمجمة، وعندي خياطات بحقي وسكينة برجلي، وعندي ضلعي مرضوض، وهذا اللي صار بي هاي الحال. يعني الإجراءات لحد الآن بس إدارة المدرسة شفت إجراءهم وياي، علقوا الدوام، إجوا استنكار مدير التربية، محافظة، أعضاء المجلس، مجرد بس استنكار، ما شفت شيء. جتنا إخبارية نهاية الأسبوع الماضي بالاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص على أحد موظفينا العاملين في متوسطة أبو القاسم الشابي. هذا الاعتداء جاء بسبب فصل أحد الطلبة الموجودين في هذه المدرسة بسبب تجاوزه الغيابات. هذا الموظف يعمل بصفة كاتب ويطبق قرارات المدرسة التي اتخذت بحق هذا الطالب. الطالب الموظف الآن هو مصدق موفق راقد في المستشفى ويعاني من آلام كبيرة وجروح كثيرة في جسمه وتشوهات في جسمه. من صفتنا كمديرية عامة لتربية واسط كلفنا الشعب القانونية عن طريق ممثلنا القانوني بتقديم شكوى إلى المحاكم المختصة لإنزال أقصى العقوبات لهؤلاء المجموعة الذين ارتكبوا هذا الحادث. وهنا يرى من اعتدى على ضرب هذا المدرس بأن قانونه العشائري يحميه بعد تدخل كبار القوم، وتنتهي القضية بوجبة عشاء مع دفع مبلغ من المال
ومن ثم التنازل عن هذه القضية. الأستاذ مصدق موفق أحد موظفي متوسطة أبو القاسم الشابي في محافظة الكوت، والذي تم الاعتداء عليه أمام أنظار العامة دون الاكتراث لحالته هذه. هذا العمل بصراحة ما أقول لك أول عمل، صارت أيضا سابقات إلى ببعض الدوائر الأخرى مثل الصحة وغيرها، لكن إن شاء الله إحنا نأمل أن القضاء يضع حد فاصل. أنا اللي افتهمت أنه هذا المعلم لجأ إلى القضاء، وإن شاء الله إحنا راح نتابع الإجراءات، وإحنا كنا ثقة عالية بالقضاء أن يتخذ الإجراء القانون ويكون رادع مثل هكذا مشاكل مستقبلية. حقيقة حالة مرفوضة، كل الرفض، لذلك استدعت الحكومة المحلية في واسط باستنفار جميع القوى والأجهزة الأمنية في المحافظة بتجديد الإجراءات الأمنية ومسك الأرض، وخاصة توفير الحماية إلى المدارس والمؤسسات الحكومية في المحافظة. أعتقد أن هذه سابقة خطيرة تستدعي أن يكون هناك وقفة جادة في التعاون والتنسيق ما بين الأجهزة الأمنية وما بين الدوائر الحكومية وما بين جميع أبناء محافظة واسط، برفض هذه الحالة واستنكارها، لكونها حقيقة هذه دخيلة على مجتمعنا أن يكون هناك تجاوز. أسبوع مضى والحكومة المحلية لم تحرك ساكناً سوى الشجب والاستنكار، وهنا تساءل المجني عليه، هل يكفي للحكومة الاستنكار والشجب؟ ولسان حاله يقول أين القانون وحماية الهيبة للدولة؟ أكيد رجعنا لكم بعد ما شاهدنا هذه الحادثة وهذا الاعتداء على أحد الموظفين الموجود في تربية واسط. ودائما في برنامج المدينة نحن نناشد ونقول للجهات المعنية بتفعيل قانون حماية الموظفين وحماية الكوادر التدريسية والطبية وكل الموظفين اليوم اللي يعانون بسبب غياب القانون من اعتداءات وهجمات شرسة طولهم بين فترة وأخرى. اليوم وصلنا إلى الكوادر التدريسية والاعتداء على الكوادر التدريسية من قبل مجهولون لدى الجهات المعنية. احنا التفاصيل اكثر حتى نتعرف على ما هي امور الحادثة بتفاصيلها. ينضم لنا السيد ثامر القطبي معاون مدير تربية واسط. مرحبا بك سيد ثامر. مرحبا، اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد ثامر، بداية ما هي اسباب هذه الحادثة والاعتداء الغاشم على الموظف او الكاتب التدريسي بتربية بابل تربية واسط؟ عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا وتقدير إلى قناة الشرقية، برنامج أهل المدينة، متابعتها مثل هكذا مواضيع مهمة من شأنها دفاع عن حقوق الكوادر التربوية وقانون حماية المعلم. الحقيقة اتصل بي السيد مدير عام تربية واسط الأستاذ منعم صادق عن طريق مكالمة هاتفية. وأبلغني في حينها وجود حالة اعتداء على الأخ مصدق موفق. الحقيقة الأخ مصدق موفق هو يعمل كاتب في مدرسة أبو القاسم الشاذلي. ولد أزحة في هذا الموضوع وتفقد حالة المصاب. ولدى بهذه إلى المستشفى، التقيت بالسيد علي مدير المدرسة، والتقيت بشقيق المصاب، وكذلك التقيت بالمصاب، يعني تمكنت من الاستماع الى بعض الكلام منه وروى لي وقال طبعا هذا الكلام لسان المصاب. نعم. فجاءوا اربعه اشخاص ما بين في صرف ما بين الدرس الخاص والسادس وسالوني هل انت مصدق؟ فقلت لهم نعم. وقال طيب انتم كجهه معنيه بالحادثه مديريه تربيه واسط، هل تعرفتم على الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الموظف؟ الحقيقه بعد ان قدمت الينا الشكوى من قبل مدير المدرسه كلفنا الشعبه القانونيه عن طريق ممثلنا القانوني واتخذنا الاجراءات القانونيه، وتم التعرف على اثنين من المعتدين. والإجراءات القانونية سارية. طيب ما هي الإجراءات القانونية اللي اتخذتوها كشعبة القانونية أو كمديرية التربية واسط بأكملها؟ يعني قدمنا شكوى إلى المحاكم والإجراءات التحقيقية جارية، ونعتبر الإجراءات النهائية من قبل محكمة التحقيق بوصول
الى اخر اجراءات واجراء سيد ثامر. من بلغت الجهات الجهات القضائيه والمراكز الشرطه اللي موجوده في مدينه واسط، هل تم القاء القبض على المتهمين؟ الحقيقه انت تعرف الاجراءات القانونيه، اجراءات دقيقه من شانها البحث والتقصي عن الموضوع بدقه، وقد ابلغني الممثل القانوني بانه صدرت اوامر القاء قبض بحق اربعه من المتهمين، اثنين منهم لا زالوا طلقاء واثنين اخرين حسب المعلومات التي حصلت عليها من قبل الممثل القانوني. طيب تم القاء القبض عليهم يعني تم القاء القبض عليهم. سيد ثامر، من تم القاء القبض عليهم؟ اكيد الجهات الامنيه وايضا الشعب القانونيه في مديريه تربيه واسط تعرفت على المتهمين، هل هم نفسهم اللي ذكروا بالتقرير اقرباء الطالب اللي تبلغ بقرار فصل من قبل طبعا الحقيقه يعني للاسف الشديد المعتدين حسب ما فهمنا من الموضوع انه بالمقابل ابلغني الشيخ المجني عليه انه المتهمين قاموا بتقديم شخصه مقابله ضد الاخ المصاب للاسف الشديد. شلون يعني قاموا بدعوه مقابله يعني؟ على اي اساس يعني؟ شنو الجرم اللي ارتكبه الموظف؟ الدعوة عليه تهمه، طبعا تهمه باطله وقد تم قاضي التحقيق. سيد ثامر، بعيدا عن هذه الدعوه المقابله، هم من اقرباء الطالب اللي كان في المدرسه وتبلغ بقرار فصل؟ لو بعيدين عنه المصاب نعم، وقال انت الذي وصلت يعني ابننا، زين يعني هم اقاربه. نعم، من زاوي الطالب المفصول. نعم، الموظف مجرد قام بتبليغه بانك مفصول. نعم، او دخل الشارع وحينما فعل جهنم حينما طيب ما هو موظف بصفه كاتب داخل هذه المدرسه، شلون يعني هم اتهموه بان هو اللي فاصل ابنهم؟ يعني هو هذا ادعاء باطل. طيب الجهات القانونيه كالمحكمه او مراكز الشرطه يعني توضحت لهم الصوره بان هو موظف كاتب مو تدريسي؟ يعني لا هو مدير ولا هو معاون؟ نعم، الصوره واضحه جدا لدى قاضي والجهات القانونية. نعم، وتوصلوا إلى صورة واضحة عن الموضوع وسيتخذون إن شاء الله القرار العادل بحق المتهمين وسوف يكونون إن شاء الله. طيب إحنا هذا الموضوع فرحنا ما دام إنه القضية لا زالت لحد هذه اللحظة بيد القانون وبيد المحاكم القضائية والشعب القانونية في مديرية التربية واسط، ونتمنى إنه حلها بالقانون والمعتدي يتخذ يعني الإجراء اللازم بحقه ويعاقب حال بقية المجرمين والمتهمين اللي موجودين في مديرية واسط. نعم أخي الكريم، إن شاء الله نحن هو القانون هو الذي سيكون الفيصل، وبالتأكيد سيطبق القانون بعدالة وسوف ينال المتهم جزاه العادل. ومن خلال منبركم المبارك نطالب مجلس الوزراء والبرلمان العراقي ووزارة التربية معالي السيد الوزير المحترم بضرورة إصدار قانون حماية المعلم وحماية الكوادر التربوية وكافة منتسبيها من هكذا اعتداءات. وللأسف في الآونة الأخيرة بدأت تظهر مثل هكذا حالات. هذه الحالات احنا نتمنى انه صوتك يوصل للجهات اللي ذكرتها ونضم صوتنا لصوتك، وايضا نطالب بتفعيل قانون او يعني اصدار قانون جديد يحمي الكوادر التدريسيه في كل العراق من الشمال للجنوب. لكن للاسف انه اليوم اكو قوانين هي مفعله لكن لا يعمل بها بارض الواقع، مثل قانون حمايه الاطباء، ولحد هذه اللحظه نشوف انه الاعتداء على الاطباء موجود في اغلب المستشفيات العراقيه. السيد ثامر القطبي معاون مدير تربيه واسط، شكرا لانضمامك في برنامج اهل المدينه. يعني طيب، موضوع رشا، موضوع اللي هسه يحدث انه كلها طالب بتفعيل قانون، ولكن انه القانون هو نفسه غير مفعل. يعني كل القوانين اللي موجوده اليوم واللي تنص على حمايه الكوادر التدريسيه والكوادر الصحيه اللي موجوده بها العراق وغيرها من الموظفين هي كلها معطله وغير مفعله ولا يعمل بها بارض الواقع. واليوم نبقى نناشد الجهات المعنيه متى انه يكون عندهم المواطن او الموظف العراقي
غالي ويهتمون به ويحافظون على حياته مثل ما يحافظون على حياتهم بتحصينهم بحصانه خاصه ودبلوماسيه وايضا السيارات المصفحه اللي موجوده اللي تنقلهم من منازلهم اللي هي ايضا داخل المنطقه المحصنه. طيب نروح الى موضوع اخر الى فقره عيون المدينه، وصلنا من خلال مقطع من خلال فقره عيون المدينه مقطع فيديو راح يوضح لنا هذا المقطع الازدحام لسيارات او شاحنات الحمل في مدينه سامراء في سيطره الضلوعيه، السواق مستائين يقولون هذه الحاله يعرقلونا بالعمل ويصير ازدحامات ونوقف ساعات ويصير ايضا حوادث، خليكم نشوف هذا المقطع. طيب هذا الفيديو اللي شاهدناه هو وصلنا من احد سائقي الشاحنات اللي موجوده على طريق سامراء المتوجه نحو الضلوعيه، واليوم انه موضوع التريلات والشاحنات سبب قلق كبير لدى كل سائقي المركبات ليست فقط انه الشاحنات، اليوم ايضا شاهدنا قبل ايام طريق كركوك بغداد مزدحم بسبب انه وقوف الناقلات الحمل الثقيله انه متواجده بالطريق ومسببه ازدحام كبير جدا ايضا بسبب السيطرات وبسبب وجود لجان الجمارك بهذه السيطرات. اعتقد انه اللي شاهد الفيديو راح يعرف انه هذه المركبات هي كلها غير داخله من ضمن قانون الجمارك لانه كلها محمل اسمنت وبلوك وطابوق، وبالتالي انه هي من داخل المحافظه او من المحافظات المجاوره، فبالتالي ما عليها رسوم جمركي، الرسوم الجمركيه هي فقط على التريلات اللي داخله من خارج البلاد ومن المداخل الحدوديه والمنافذ الحدوديه اللي موجوده في العراق، يعني موضوع يا ريت انه ايضا العمليات المشتركه او قياده عمليات سامراء انه تتخذ الاجراء اللازم بحق هذه السيطرات، وايضا تسهل امورهم لانه هو طالع على باب الله يسترزق، ماكو داعي انه يبقى ينتظر ساعات طويله ويمكن انه يضطر للمبيت بهذه السيطره بسبب غلق السيطره او غلق بعض الطرق المؤديه الى اماكنهم او اماكن المخصصه لعملهم، يعني موضوع التريلات نتمنى انه نلقى له حل باسرع وقت ممكن لانه ده ياثر سلبا اولا على الشارع وشيء ثاني انه يسبب ازدحامات، يعني الناس اللي عندها حاله طارئه ما راح تقدر تجتاز كل هذه الشاحنات حتى انه توصل للسيطره، وبالتالي انه يا ريت انه يتخذون الاجراء اللازم باسرع وقت ممكن، هذا النداء موجه الى الجهات المعنيه. طيب ايضا نروح لاخبار المدينه، اخبار اهل المدينه اليوم حدث حريق في مستشفى المحاويل وادى الى حرق ردها وردهتين من المستشفى، وبالتالي انه ادى الى خسائر ماديه واختناق البعض من الراقدين بهذه المستشفى، واكيد الجهات المعنيه او الاداره في المستشفى منعت التصوير ومنعت انه الراقدين بالمستشفى من التصريح لاي جهه اعلاميه، لكن نحن اليوم وصلنا هذا الخبر ونتمنى انه وزاره الصحه تكون حاضره وتعطي المباراه اللي جعلت اليوم الحريق يلتهم هذه المستشفى وغيرها من المستشفيات اللي دائما ما تحدث بها مثل هذه الحرائق، وسبب اكيد راح يعوزونا للتماس الكهربائي، احنا تفاصيل اكثر حتى نتحدث عن هذا الموضوع وموضوع اخر يهم النازحين اللي راقدين بمستشفيات اقليم كردستان، يضمننا السيد المتحدث باسم وزاره الصحه الدكتور احمد الوديني. مرحبا دكتور. مرحبا بك اخ رأفت واهلا وسهلا بكم و شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه للحديث عن هكذا المواضيع. اهلا وسهلا بك دكتور. بدايه نبدا من خبر الحريق اللي التهم مستشفى المحاويل وادى لخسائر ماديه والبعض من حالات الاختناق الموجوده للراقدين بالمستشفى. نعم، بالنسبه للحريق مستشفى المحاويل هو حدث وليس كل المستشفى، هو حدث في صاله او صالتين. نعم. نعم، احد ركعات المسائيه وليله ليلة قبل ليلة أمس، وكان هناك في منتصف الليل، و يعني الحمد لله والشكر لا توجد لدينا أي حالات إصابات ولا أضرار مادية أيضا بسيطة في الردهة، وهنالك إجراءات دفاع مدني والجهات المعنية بإجراء التحقيق للكشف عن ملابسات الحريق الذي حدث. طيب هل تعرفتم على سبب رئيسي للحريق؟ والله يعني حسب اتصالي مع الاخوان في دار صحة بابل وتواصل معهم لحد الان اجراءات تعرف الجهات الداخليه هي المعنيه بهذا الموضوع عن كشف ملابسات الحادث لحد الان لم يصدر اي شيء من هذا القبيل.
مشكلتنا مع خاصة مع صراحة مع المستشفياتنا، وهذا الموضوع ليس يعني ليس وليد اليوم. مشكلة مع أن هناك بعض السنوات السابقة تم اعتماد خاصة ليس فقط المستشفيات، وإنما حتى دوائر الدولة اعتمدوا على المواد لإعادة التأهيل على مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال. ومشكلة أنه أي جدحة بسيطة ممكن تحدث حريق بشكل كبير. هذا من جانب. من جانب ثاني قدم المستشفيات، والمستشفيات خاصة في الأقضية والنواحي عبارة عن طابق واحد، عبارة عن ممرات. وتعرف حضرتك يعني اليوم المستشفيات فيها أنظمة، ودوائر الدولة فيها أنظمة متخصصة بالإطفاء وكشف المبكر عن الحرائق. يعني أكيد هذه البنايات اللي موجودة يعني ما بها شروط السلامة، ولا أنه بها شروط أن توافق التقنية اللي موجودة حاليا في البنايات الحديثة. أكيد هي بناية قديمة متهالكة، يمكن بناءها يعود للسبعينات أو لثمانينات القرن الماضي. نعم أكيد المستشفيات، هذا الموضوع يمكن متحدثين بموضوع المستشفيات، وجات تخصيصات مالية وتلكل الشركات وغيرها من الأمور لموضوع بناء المستشفيات الحديثة. طيب المستشفى اللي حدث بها الحريق، دائرة صحة بابل، هل قامت بخطوة نقول خلينا نسميها استباقية لإعادة تأهيل المستشفى أو المكان اللي حدث به الحريق؟ طبعا احنا هو العمل لم يتوقف في رتات المستشفى، وتم فصل رتها واستمرار العمل في باقي المستشفى. وحدث مثل ما ذكرت لك الحريق في رتة واحدة، ولم يؤدي الى تعطيل العمل، استمر العمل. واكيد الاخوان يعني ترميم الرتة ليس بالشيء الصعب على مستوى دائره. نعم. اذا نقول الحمد لله على سلامه الراقدين في مستشفى محاول، وايضا الكوادر الصحيه اللي موجوده بهذه المستشفى. ننتقل للموضوع الاخر واللي هو اكثر اهميه. تعرف انه بالفتره الاخيره مع بدء عمليات تحرير الموصل، كثير من النازحين اللي نزحوا وتركوا منازلهم حتى انه يتخلصون من القصف اللي موجود داخل هذه المدن بسبب العمليات العسكريه، وتوجهوا الى مناطق امنه. لكن تعرف انه داعش والقضايا اللي دائما يهتم بها هو القصف العشوائي، حتى انه يعرقل حركة الجيش، يعرق حركة الناس اللي دين يسحون. توجهوا إلى مدن الإقليم، واليوم نشوف حالات حروق كثيرة جدا، إصابات كثيرة جدا بسبب القصف العشوائي من قبل عناصر داعش، وتواجدهم بالمستشفيات. مستشفيات أربيل يعني تعاني بسبب الزخم الموجود عندها، لأنه لا المستشفيات ولا البنايات مالتها تأهلها لاحتواء أكثر عدد من اللي موجود من نازحي الموصل، وبالتالي أنه خلاهم أنه يعانون أيضا من نقص بالكوادر الطبية وأيضا العلاجات الغير متوفرة داخل مستشفيات أربيل، واللي هي المفروض أنه الحكومة المركزية ودائرة صحة الموصل نينة وهي اللي توفر العلاجات وتوفر الكوادر الطبية للنازحين من مدينة الموصل. نعم، قضية تقديم الخدمات الطبية طبعا موضوع الموصل ربما يختلف عن باقي المناطق. الأنبار أو غيرها، على اعتبار أنه المناطق المحررة اللي كانت قريبة عن الموصل كالشرقاط والقيارة والحمدانية، هذه صراحة يعني مناطق المستشفيات تم تهديمها بشكل تقريبا كبير، وتم إتلاف الأجهزة واحتاج لها وقت من أجل إعادة صيانتها. بالإضافة إلى كان هنالك تقديم الدعم الطبي، احنا متواصلين صراحه خاصه الحالات الحرجه. قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه اللي تريد تذكرها حضرتك، خلينا نوقف عند هاي النقطه. هذه المستشفيات اللي انت ذكرتها مهدمه بالكامل ولا يوجد بها اجهزه حتى انه تقدر انه تستقبل المرضى. لا طيب، هذه المستشفيات مو لها حصه بالعلاجات والادويه وايضا بالكوادر الطبيه؟ لها حصه يعني مخصصه من قبل الحكومه المركزيه؟ خليني اسلسل لك الاحداث مثل ما هي حتى توصل لك الفكره. نعم، قضيه احنا بدينا اليوم بتأهيل مركز لاستقبال حالات الطارئة في القيارة وفي الحمدانية. لكن الثقل الأكبر وين؟ الثقل الأكبر في مستشفيات أربيل، على اعتبار أنه قرب المسافة. إحنا لدينا إخلاء جو وإخلاء بري للجرحى من القوات المسلحة وأيضا مدنيين إلى مستشفيات بغداد، لكن الزخم عادة يكون المناطق القريبة، لأنه إخلاء الحالات الجريح يكون المناطق الأقرب اللي هي أربيل. مشكورين دائرة وزارة الصحة في إقليم كردستان، ما مقصرين وإحنا مستمرين وياهم. الأسبوع الماضي تم زيارة وفد من قبل وكيل وزير الصحة إلى إقليم كردستان للاطلاع على ما تحتاجه الإقليم. كان هنالك مبادرة أنه بتأجير بناية مستشفى وكوادر وزارة الصحة تعمل. صراحة الإخوان في الإقليم رفضوا هذا الأمر على اعتبار أنه
يحدث إرباك في العمل اللي هم ضمن النظام اللي متبع في داخل الإقليم. فكان هنالك طلب ودعم من محافظ مالية للأطباء، هنالك إحنا كوزارة الصحة العلاجات ومخصص للحالات الدارة صحة الموصل اليوم يذهب إلى إقليم كردستان، قضية الأدوية وغيرها والأمراض. نعم، هي تصل وأكو دعم من قبل وزارة الصحة، لكن هذا الدعم غير كافي لأنه الأعداد كبيرة جدا. مدنيين عسكريين كلهم متواجدين بمستشفيات الإقليم، بالتالي أنه أكو نقص حاد بالعلاجات وخاصة قسم الحروق. إحنا على تواصل. بس أعطيني مجال، إحنا على تواصل. يعني ذكرت لك أنه حوالي قبل 10 أيام كان هنالك فريق من وزارة الصحة لإقليم كردستان ما تحتاجه اليوم الإقليم. الإقليم طلبوا أنه محتاجين حوافز ورواتب إضافية يعني للكادر اللي يعمل. صراحة إحنا كوزارة الصحة ليس لدينا القدرة المالية إلا بعد أخذ الموافقات من مجلس الوزراء بهذا الموضوع. رفعنا كوزارة الصحة هذا الموضوع عن طريق السيد الوزير، رفعته إلى مجلس الوزراء لأخذ التفاصيل المعنية بمنح حوافز إضافية للعمال من أطباء وملاكات طبية وصحية إلى آخره. قضية الدعم العلاج إحنا ما عندنا مشكلة، اليوم ليست فقط وزارة الصحة الممول علاج واحد، هناك منظمات وهناك العلاجات والأدوية والمستلزمات المخصصة اليوم لدارة صحتنا، وهي تذهب لتقديم الخدمات في دارة في أربيل. يعني دكتور سيد أحمد، أنه عرضت عدة تقارير في برنامج أهل المدينة، وأيضا شاهدنا من قبل المصابين ومن قبل المتطوعين من منظمات المجتمع المدني يقولون ما تواصل إحنا على تواصل مستمر مع إقليم كردستان مع وزارة الصحة. وزارة الصحة طلبت أنه بعض الحالات يعني تعرف منازح اليوم المريض في مستشفى، عندما تستقر حالته المرضية يذهب إلى البيت لإكمال باقي ما يحتاج من العلاجات. المتابعة يعني أقصد من تبديل ضماد إلى آخر. اليوم النازح هو نازح أين يذهب؟ فكان هناك مقترح بأنه تكون بناية متخصصة من قبل وزارة الصحة تؤجر ومن أجل متابعة الحالات وعن طريق ملاكات وزارة الصحة. واحنا ايضا هذا الموضوع مطروح ان شاء الله. يعني سيد احمد نتمنى انه ايضا من وزاره الصحه انه توصل العلاجات كامله لمستشفيات الاقليم وبالتحديد قسم الحروق، يعني وين ماكو قسم حروق باي مستشفى انه نتمنى انه توصل العلاجات حتى انه نخلص من هذه المعاناه، لانه بدنا نفقد ارواح يعني من المدنيين من النازحين اللي موجودين في مدينه اربيل بسبب نقص العلاجات. ونتمنى ايضا ان توصل هذه المناشده الى الوزيره حتى انه توصل العلاجات باسرع وقت ممكن. سيد احمد اروديني الناطق الرسمي باسم وزاره الصحه، شكرا لانضمامك في برنامج اهل المدينه. نروح الى موضوع اخر، الى مدينه نجف الاشرف. اهالي مدينه نجف الاشرف سووا تظاهره يناشدون من خلالها حول موضوع المتنزه الوحيد اللي موجود في داخل حيهم السكني اللي يعتبروه هو المتنفس الوحيد وبالقرب من مجمع طبي. يقولون انه هذا المتنزه يعني احنا نروح احنا وعوائلنا واطفالنا والمراجعين ايضا لهذا المتنزه. المشكله دي يقولون انه سمعوا اكو مشروع استثمار بداخل هذا المنتزه، فهم مستائين دي يناشدون من مجلس محافظه المدينه انه يشوفوا لهم حل، بلكت يكون اكو هذا المشروع غير مكان. خليكم يعني خلينا نشوف هذا التقرير. هذا الحي عبارة عن مساحات صغيرة، بيوت مكتظة بالسكان، مساحته 135 متر، وهذا المتنزه الوحيد اللي موجود داخل هذا الحي، وهو مساحته ما تتجاوز عرضه 30 متر بمساحة 120 متر طولا و30 عرضا. أهلت مديرية البلدية مشكورة للمنطقة تنفس الوحيد. في الأيام اللي سابقة والسنوات السابقة أصبح هذا مجمع طبي المنطقة، أصبحت عمارات ومجمعات طبية، أصبح هذا المتنزه يعني يأوي المرضى، يأوي المراجعين للعيادات، يأوي أطفالنا، يأوي يعني كل العوائل، ما عدا غير هذا المتنزه.
فالمحافظات والأقضية والنواحي اللي تراجع الأطباء في النجف الأشرف وبهذه المنطقة، مستشفى الأمير، مستشفى الزهراء، المرور اللي موجودة مديرية مرور النجف، فهنا تجي والمرضى هنا تجي تقعد متنفس الوحيد. الآن يقال إنه عرض للاستثمار، وقبل يومين اجت فحص التربه مديريه او منشاه وهيئه الطرق والجسور لفحص التربه، وبدت عملها هنا. فمن بدا السؤال قالوا هذا مجمع طبي. احنا ناشد الحكومه والاداره المحليه، اذا كان لا يوجد في النجف الاشرف غير هذا المكان فاحنا مع القانون ما نقدر، واذا كان تسمع صوتنا كشعب وكمنطقه وكمنطقة محدودة الدخل ومنطقة كثيرة السكان والأطفال، فما عندنا غير هذا المنتزه. رأينا منطقة الإسكان 1000 بيت، والبيت ينقسم إلى 3 بيوت، ف3000 بيت وبها أطفال ومدارس ومتنفس وحيد، هذه للمنطقة كلها مساحة كلش بسيطة، وخسرت الدولة قبل فترة عليها 600 مليون مجرد عدلوا القاع، والاشجار احنا زرعناها والسياجات احنا قمنا بها، ومراجعين للاطباء تجي يوميه كثره بالالف مراجع، لان الاطباء متواجدين بالمنطقه كلها. فاحنا رجعنا من الدوله ان تعطيها الى للمستثمرين الاخرين الغير جشعين اللي قاعد يطبون بنص بيوتنا، وباكر عقبه السطوح وما عندنا إمكانيات وننام بالسطوح، شلون راح ننام والعمارات فوق روسنا. المقاول قال انا هذا اخذته ب 600 مليون بس جاب لك قدر هذا كنسها وراح، واحنا اللي ابتلينا بها، احنا اللي زرعناها واحنا اللي شتلناها زين هاي السنين زين، وتاليها هسه جايين يبيعوا استثمار. وين نروح؟ وين نروح؟ وين تروح اطفالنا؟ وين احنا؟ واحنا وين نروح؟ فيا ريت يا ريت اذا اكو مسؤول يعني عنده غيره على على على, على, على ابناء النجف وخاصه منطقه الاسكان، يا اخي احنا عراقيين نجفيين، احنا ما جايين من غير بلد. فرجاء رجاء رجاء الكل مسؤول، الكل مرجع، اللي يقول انا مرجع وامثل النجف وش اسمه خلي 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 يلتفت انه متنفس الوحيد للمنطقه منطقه الاسكان وهذا المنتزه الصغير. واحنا هم نعاني ترى من نفايات الدكاتره والعيادات والاطباء والصيدليات، ويعني حتى عمليات صغيره تصير بمنطقه وما حد يشيل النفايه مالتهم، يعني جهالنا كلها تمرضت. زين اذا سووها الشكل احنا وين جهالنا وين تروح؟ احنا وين نقعد؟ هي المنطقه محصوره، يعني كل بيت اذا طب على كل بيت باربع خمس عوائل، وهي المساحه مالته 135 متر. يعني احنا هم نعاني من المشكله هذه. زين هسه ما راح يحطوا استثمار، زين ما فكروا بالمنطقه؟ يعني احنا ناشد المسؤولين الشرفاء اللي يحكمون البلد هذا، يعني يوافقون هم هالشكل؟ زين هو هذا مرسم يعني مثبت، هو مرسم منتزه يعني من خضراء، ارض خضراء يعني، ومخاسرين عليه فلوس. هسه يسووا يردون استثمار ما ادري شو راح يسووا، اربع خمس طوابق. زين احنا بيوتنا صغار، بالصيف وين ننام؟ غير بالسطوح؟ يعني ما يصير هالشكل. احنا نحل من المدارس نجي هنا نلعب نقرا نلعب، ها هم حارمينا من عدها ومن ونجي هنا نقرا ونكتب ونعلم، ومن نجي نلعب هنا وين نلعب؟ بالشوارع كلها سيارات، وين نلعب؟ احنا زارعين واحنا جايبين نذن الاشجار، جايبين نذن الشجار، جايبين نذن كلنا احنا جبناه وزرعناه.
طبعا اكيد انه احنا مع قانون الاستثمار، ونتمنى انه يكون الاستثمار بشكل كبير جدا وخاصه في العراق من الشمال للجنوب، وحتى نشوف لا وجود للمساحات الجرداء الخاليه من البنايات، وبالتالي انه هذا راح ايضا يضيف جمال وازدهار للعراق. لكن مو نجي نستثمر باماكن هي مخصصه للمساحات الخضراء المتنزهات وهي تكون المتنفس الوحيد لاهالي حي الاسكان في مدينه النجف الاشرف. يعني دائما موضوع المتنزهات ما اعرف ليش متجاهلينه، ليش الحكومه ما منطيته اهميه، حتى دوائر البلديه، اي مستثمر يجي يقول له تعال خذ هذا المتنزه سوي استثماري، اما انه يكون مجمع سكني، اما انه يكون عيادات او مجمع للعيادات، وبالتالي هذا خطا. يعني الموضوع انت اذا تريد مستثمرين وتريد تشجع قانون المستثمرين، يا ريت انه تنطي اكو اماكن اخرى تستثمر بها، لا تجي على الاماكن الخضراء البسيطه اللي هي دائما ما تكون المتنفس الوحيد لاهالي حي الاسكان في مدينه النجف الاشرف ولبقيه الاهالي الموجودين بالمدن العراقيه. هذا كل ما كان عندنا في حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا لكم لختامها. شكرا لكم، الى اللقاء. الى اللقاء.